انا عارف يا ابوي انك غرقان في قبرك على دارك، وحياة خطفتك اللي قطعت به. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خذ بدارك او انا بجارك. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمين. الله يرحمك حسين. يلا بينا. يلا يطبخوها ويطلعوا منها، انت عارفهم يعملوها. احسن لو كل واحد عمل زيك كده، هنبقى عايشين في غابه. غصب عني يا محمد ما قدرتش امسك نفسي. عموما انا والمجموعه اللي كانت في العمليه شهدنا ان منصور كان عاوز يقتلك، وان انت قتلته دفاعا عن النفس. كنا معتز اتزحلق في العمليه ووقع. ليه عملت كده؟ غصب عني ما قدرتش اورطه. خير؟ شو في معصبة؟ عندي إلك اليوم خبر مش منيح. اللي هو؟ المعلم منصور البطاش انقتل. ودياب ما في أخبار منه بعد هروبه من السجن؟ لا بعده مختفي، ما له ولا أثر. ولا حاول يتصل؟ ما اتصل، بس أكيد إذا قدر يتصل حيتصل. أنا مش قادر أنطر. بضاعتي صارت خارج المياه الإقليمية المصرية، وأصلاً إمبراطورية البطاش الطريقة للانهيار. فلازم نلاقي حدا تاني نشتغل معه. راجع المكتب وراجع مفكرتك، لازم يكون في حدا وعنا اتصالات فيه. طمن ولا يهمك. المقدم حسام نجيب الهلالي نوط الشجاعة من السيد وزير الداخلية. مالك نامت بقى؟ انا اروح المستشفى يا ماما. كنتي روحتي سلمت جايزة جوزك يا حبيبتي؟ جايزة ايه والنبي يا ماما؟ بس ادعي معتز يقوم بالسلامة، هي دي الجايزة الحقيقية. بلايله يا حبيبتي، ربنا يقومونكوا بألف سلامة يا رب. ربنا يخليك يا ماما، معلش بتعبك. معايا طيب، مع السلامة. نوض الشجاعة للرائد معتز عز الدين الحكيم، اتسلمها عنه المقدم حسام نجيب الهلال.
ازيك عامله ايه؟ تمام. معتز اخباره ايه؟ الدكتور لسه مطمنا عليه. هو مش الدكتور؟ لا عنده مرور وهيجي تاني. من فضلك اول ما يوصل خليه يعدي. حاضر تحت امرك. تمام تمام. طيب بس شكرا. ميدالية تشجيعية للنقيب محمد نجيب الهلالي. باخت البطل اخيرا الهالم شرفت. يا ساهر الاسلوب اللي انت بتكلمني بيه ده بدل ما تقولي الحمد لله على السلامه وليك عين كمان تتكلمي حقا يعملوها ويخيلوا. لو سمحت يا ماما انا ما وجهتش كلام لحضرتك، انا بتكلم مع جوزي. اتكلمي بادب واعملي حساب لوجودي. معلش يا ساهر، الهالم نسيت ان انت ابني قبل ما تكون جوزها. انتوا ليه مصرين تعاملوني المعامله دي؟ هو انا قتلت لكم قتيل؟ لا يا حبيبتي، انت ما قتلتيش قتيل، بس اخوك البطل اللي انت رحتي حفله تكريمه هو اللي قتل لنا قتيله. اصمت، مش معقول الكلام ده. اصمت، اخرس خالص، ما اسمعش صوتك واتفضل خش نام جوه. يلا حاضر. اتفضل. حاضر. انت ايه اللي وداكي حفله التكريم من ورايا؟ اولا لو كنت قلت لك ما كنتش هترضى، ثانيا دول اخواتي ولازم اشاركهم فرحتهم في يوم زي ده. بنت اصول بصحيح وتعرفي الواجب كويس قوي. انا برضو متربيه ومش هرد على حضرتك. انا راجعه تعبانه وداخله اوضتي. انت ازاي تسمحي لنفسك تتكلمي معاهم بالاسلوب ده؟ وانت ازاي تسمح لها تتكلم معايا كده اصلا؟ ما ترديش على سؤالي بسؤال، انا برضه جوزك. ما انت عشان جوزك كان لازم تحافظ على كرامتي وما تخليش حد يمسها، حتى لو الحد ده كان مامتك. والله يا امي ما غلطتش. وانا كمان ما غلطتش. لا غلطت، والغلط راكبك من ساسك على راسك. يوه، غلطت في ايه بقى ان شاء الله؟ عشان روحتي الحفله من غير اذن. احنا مش هنخلص من الموضوع ده، دي بقت عيشه زهق. والله عيشه لو مش عاجباكي الباب قدامك اهو، يفوت جمل. كده يا سيد؟ انا هسيبهولك عشان ترتاح انت وامك. انت هتهدديني مع الف سلام. لا يا ماما، ده مش ساهر اللي انا اعرفه، ده اتغير معايا 360 درجه. معلش برضو يا شاهند، ده مهما كان جوزك يا حبيبتي ما كانش صح ابدا تسيبي البيت وتمشي. يعني ايه يا ماما ما سيبش البيت؟ ده هو ومامته عاملين عليا ربطين ومصرين ان حسام هو اللي قتل سلمى. بس الناس دي اتجننت ولا ايه؟ اسكتي اسكتي لحسن اخوكي صحي. ليه يا شاهند؟ طلعتي ليه؟ ما بعيطش ولا حاجه يا حسام. ليه وانا مش شايفك؟ ما هي حلوه اهي وزي الفل يا حبيبي، مفيش حاجه. انتوا مصرين تخبوا عليا؟ انا مش هطرش عشان ماما، انا قاعد سامع كل حاجه من جوه. يا ابني كفايه اللي انت فيه، احنا مش عاوزين نزود همومك. اخر حاجه كنت اتخيلها ان الناس دي تفكر كده. ربنا يهديهم يا ابني. شاهند، انا هاخدك ونروح لهم واقعد معاهم بنفسي وافهمهم كل حاجه، بس على الله يفهمهم. تعطيش، ربنا يخليكم بعض. يا رب يا سعاده الباشي اكون عملت المهمه زي ما انت عايزها. انت عملت اللي عليك وزياده يا طاهر، ومن بكره ان شاء الله تقدر ترجع شغلك تاني في البوفيه عندنا في الاداره. بوفيه؟ بوفيه ايه يا سعاده الباشي؟ ده انت سيادتك موعدني انك تثبتني على درجه. وانا عندي وعدي، بس عندنا مشكله صغيره. مشكلتي ايه؟ ما ينفعش اثبت واحد بصمجي يا طاهر. بصمجي ايه يا باشا؟ بصمجي ايه تف من بوقك؟ داني معايا عدديه. ما تنفعش، يا اما مؤهل متوسط يا اما مؤهل عالي. ايه الحاجات الغريبة دي؟ يعني هو بعد ما شاف ودوه الكتاب؟ بقول لك يا طاهر أنا مش ناقص وجع دماغ، روح ذاكر وخد لك شهادة وارجع لي وأنا عند وعد ليك هثبتك ومكافئتك محفوظة. طب يعني يا باشا سيبك من موضوع الشهادة، خلينا في المكافئة. كام؟ باكوين. باكوين إيه؟ 2000 جنيه يا طاهر. 2000 جنيه إيه يا باشا؟
ده قبل خصم الضرايب. هي كمان فيها ضرايب؟ حق الحكومة تاخده ولا ما تاخدوش؟ لا تاخده تاخده يا باشي، ده أنا عينيا للحكومة، وإذا كانوا مزنوقين في المبلغ خلوه لهم. هتجبع الحكومة يالا؟ لا مش هجبع على حد يا باشا، بس يعني بصراحة المبلغ ده قليل قوي، ده ما يجيش حق الشاي والقهوة اللي أنا شربتهم، ما يجيش حق المواصلات والتليفونات اللي أنا هريت نفسي فيه. شكلك هتوجع دماغي. ايه يا باشا؟ قوم سعادتك. عندي خبر ليك مش كويس. معتز بعيش انت. ايه؟ امال فين ايمان؟ احنا كنا عايزين نعزيها. تعبانه قوي مش قادره تخرج من اوضتها. ربنا يصبرها، الصدمه كانت كبيره. الله يرحمها. يا رب ويصبرك يا ايمن يا بنتي. ليه كده يا معتز؟ ليه؟ سبتني انا وملك لمين؟ هنعمل ايه من غيرك؟ روحي بتتسحب مني، عايزه اشوفك تاني، عايزة أحضنك، عايزة أشتكي لك منك. أنا بحبك أوي يا معتز، توحشني أوي. الله يرحمك يا حبيبي. الناس عايزين يعزوكي بر. مش عايزة يا ماما، مش عايزة اشوف حد. بوسي ايدك والله ما قادرة يا ماما. والنبي يا ماما، والنبي يا ماما. قال لي يا فندم. حياتك يا باشا. نقيب محمد الهلالي يا اخويا. بقى في حياتك يا فندم. حياتك الباقي، اتفضل. ترى نقدر نعزي مدام ايمان؟ ايمان منهاره من ساعه اللي حصل. قافله عليها اوضتها ومش بتطلع خالص. خدت حقنه مهدئه ومفيش فايده. كل ما ادخل عليها الاقيها ماسكه صورته وبتكلم. ربنا يصبرك يا ايمان. ربنا صبرنا كلنا. هي دي بنت معتز مش كده؟ ايوه، اتيتمت بدري. انا اسف والله العظيم اسف، مع اني عارف يا بنتي ان اسف مش هيفيدك. متاكد انك لما تكبري وتعرفي ان انا كنت السبب في حرمانك من ابوكي هتلعنيني الف مره. مش بقيت تفكري تقتليني، وهيبقى عندك حق، إني أستاهل أكتر من كده. حسام، حسام، أنا بقول يلا بينا، يلا، يلا. معلش أنا آسف يا فندم، ويا ريت تنقلي تعزينا لمدام إيمان. معلش الباقي في حياتك مرة تانية. شكرا. معتز ومنيرة فين يا عفيفة؟ انا اقولك انا يا حاج، اصل بصراحة بقى معتز كده جم امبارح بالليل يا حاج عشان يطمنوا عليك، بس انت كنت نايم. وبعدين يا حاج ما انت عارف شغلهم بيبقى الصبح. يعني هم بخير؟
اطمن بخير، المهم انت تطلع لنا بالسلام. طب انا هطلع من هنا امتى بقى؟ منير بيقول الدكتور طمنه وبيقول احتمال تطلع بكره. منير ما تجيبليش سيرته، يا ريتني ما خلفته ولا شفته ولا عرفته. الواحد لو كان ربى كلب كان طمر فيه. ايه ده يا حسام؟ ايه ده يا حبيبي؟ ما تعملش في نفسك كده، العمار بيد الله ومعتز عمره انتهى لحد كده. انا اللي قتلته يا ماما. ما تقولش كده يا حبيبي، قتلته ازاي بس؟ انا لا بخرف ولا بقول كلام فاضي. معتز حاول يمنعني من قتل منصور البطاش، زقيته بعيد عني وقع من على الجبل مات. يعني قتلته ورملت مراته ويتمت بنته. بس اكيد ما تقصدش يا حسام، اكيد النتيجه واحده، مات مات. يا ابني يا حبيبي، ربنا رب قلوب، ربنا رب نيات، وبين عارف نيتك كويس قوي. وبعدين معتز ده مش كان صاحبك وحبيبك؟ يعني اكيد ربنا هيسامحك. ليه يا رب كده؟ استغفر الله العظيم يا رب، اللهم الاعتراض، اللهم الاعتراض. سلمى راحت هي واللي في بطنها بسببي، ومعتز صاحبي واخويا راح برضه بسببي. ايه ده حبيبي؟ ايه ده؟ ليه؟ ايه ده حبيبي؟ ليه؟ ايه ده حبيبي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ما تعملش في نفسك كده، ايه ده؟ ايه ده ازاي بس يا عم؟ الله يرحمك يا معتز. الله يرحمك. لا ارحم، ارحمنا جميعا. لا 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 لا، ما تعملش في نفسك كده يا حسين عشان خاطر. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، ما تعملش في نفسك كده بقى، ما تعملش في نفسك كده، ما تعملش في نفسك كده يا حبيبي. هتجنن يا امي. معلش يا حبيبي، معلش. تعالي ايمان، عامله ايه دلوقتي يا ماما؟ ايمان تعبانه قوي يا عمر، صعبانه علي، الصدمه مخليها منهاره. طب انا هقوم البس واجيلكوا حالا. لا اوعى تيجي، ما تسيبش البيت للبت الرقاصه اللي هناك دي، لا تغير الكالون تستولى على الشقه واحنا ناقصين. حاضر يا ماما، خلي بالك من نفسك ومن ايمان لغايه ما نتقابل. باي. جوز اختك مات، احنا بقى قاعدين هنا بنهبب ايه؟ مش المفروض نبقى جنبها في ظروف زي دي ونعزيها؟ ايمان تعبانه قوي يا لولا، شكلنا كده هنأجل العزا كام يوم لغايه ما تقوم بالسلامه. إن شاء الله تقوم بالسلامة. واحد اتنين تلاتة. أيوة بس كده في وش الباب، وممكن ياخدوا رطوبة ويستهووا. خلينا هناك كده. سبعة آلاف سبعمية اتنين وستين وربع، فاضل لنا كام كده على 20,000 كده؟ يبقى فاضل كام يد يا ابو الكوامل؟ كده يبقى فاضل 12,238 الا ربع. هانت والله هانت وبانت يد يا ابو الكوامل. بكره يكملوا 20,000 وتروح ايطاليا بقى وتتمتع، بدل ما اني قاعد متعاص وعايش في الجل الكبيره دي. والنبي انا خساره في البلد، بس انا لازم اوفر كل قرش اتحصل عليه حتى لو هموت من الجوع. ايوه بس انا جعان. حلو الارنب دي، تعالى يا ولي ريجي جري عليك.
باكلة ولا بيعة؟ وأنا هتحير ليه؟ أنا كل واحد وأبيع واحد. ما تبصليش كده هون، أنا مش بزرككم، أنا باخد حق من أخويا طاهر الأكلتي. العمر الطويل إلك يا دياب. Thanks. Tell me, how is Mr. Albert? مستر ألبير بده يطمن عنك ويعرف شو أخبارك. طمنيه وقولي له الموج عالي شوية هاليومين. والحكم اللي عليك كيف رح تتصرف فيه؟ اطمني وخلي مستر ألبير يطمن كمان وقولي له دياب بد منصور البطاش ما يتكسر شو واصل. أوكي دياب، بكفى أني اطمنت عليك. أوكي، keep in touch. باي يا ديدي، باي. حس انه دياب رح يبلش يشتغل معنا قريبا. وحكم الاعدام اللي عليه شو رح يعمل فيه؟ اكيد الرجال اللي عم يشتغل معنا عم يشتغلوا له على الموضوع. وافترضي ما زبطت الامور مثل ما هن بدهن، انت عارفه انه هو بيعرف كل شيء عنا، وبالتحقيق الكلام بجر كلام. يعني بالنهايه الشيطان اللي بتعرفه احسن من الشيطان اللي بتجهله. خلينا نعطيه فرصة تانية، بالنهاية ما عنا غيره بمصر. على كل حال خليكي جاهزة بالبلان بي، لربما ما زبطت الأمور. فهمتم ولا قول تاني؟ أنا رأيي تقول تاني. أول هام الفلوس يا طاهر، اعتبره حصل يا سيد الناس. ثاني هام الكلام اللي حيتقال للرجال قبل التحقيق يا وهدان. حفظته زي اسمي. بس انت ليه عايز تعمل في الضابط كده؟ ما نطخه ونخلص. هنطخوه بس من اول لازم نجيبه مناخير الارض ونبوظ سمعته اللي عملها على جفانه ونمرمغوها في الطين، وبعد كده هنطخوه. انا وسلمى الله يرحمها مش مجرد اتنين عرفوا بعض واتجوزوا. بنتكم كانت حلم حلمت بيه من زمان، ومن اول مره شفتها عرفت ان احنا هنبقى لبعض. سلمى كانت قلبي اللي بيدق عشان اعرف اعيش. ممكن اعرف انت جاي ليه؟ انا جاي ليه؟ جاي عشان اصحح سوء ظنكم بيا واعرفكم بنتكم كانت بالنسبه لي ايه، لان واضح ان انتوا مش عارفين. وهيفيد بايه؟ سلمى راحت خلاص، وكلامك ده مش هيرجعها في وسطنا من تاني. حرام عليك يا ساهر، حرام عليكم كلكم تظلموني يا اختي. أنا أكتر واحد مضروب بفرق سلمى أكتر منكم. أنت بتقول إيه يا أستاذ؟ دي بنتنا. أنتوا زعلانين على بنتكم اللي اتربت وسطكم. أنا بقى مقهور. حضرتك فاهمة يعني إيه مقهور؟ مقهور على حياتي، على بكرة اللي حلمت بيه معاها ومش هيكمل. أنتوا راح منكم ماضي؟ أنا عمري كله راح. ما تتقهرش قوي كده. بكرة تنساها تتجوز غيرها وتعيش عمرك اللي انت خايف تتحرم منه. ممكن اعرف حضرتك شايفاني ازاي؟ انا بني ادم بحس، عندي مشاعر. اللي راحت دي تبقى مراتي حبيبتي. مشير الايام تنسيها لك يا ابني وتحب واحده تانية، وعلى راي اللي قال الحي ابا من الميت. سلمى ما ماتتش يا عمي، سلمى عايشة، عايشة جوايا معايا. لما بنام بحلم بيها، بسمع صوتها، بشم ريحتها. ربنا يصبرك ويصبرنا يا ابني. موت سلمى كانت أصعب حاجة ممكن أحس بيها. راحت وخدت معاها اللي كان بينبت في بطنها. حبيبتي بنتي، من ساعة اللي حصل ما بقاش في حاجة لا ليها لا طعم ولا لون ولا ريحة. تقدروا تقولوا بقيت عايش ميت. كفاية كفاية سامية، كفاية. طب والله العظيم يا عمي بتمنى الموت. اللي انت بتقوله ده بعد الشر عليك. اسمع ساهر، انا مش عايزك تعمل زيي، انا زي اخوك كبير. ما تبقاش ضعيف، ما تسمحش القوة في الدنيا تحرمك من مراتك ده لو بتحبها. معاك حق يا عصام يا ابني. قوم يا ساهر، بوس راس مراتك واعتذر لها.
حقك عليا يا شهد. اوعى تسيب ايدها مره تانية. وجودكم مع بعض نعمه ما يقدرهاش ويعرف قيمتها غير اللي اتحرم منها. وانتي ما تزعليش جوزك، ربنا يخليكم لبعض ويرحمك يا سلام. فين حيلك؟ معقوله جايه تزور ابوكي وانت لابسه اسود؟ انت عايزه يروح فيها ولا ايه؟ اعمل ايه يا منير؟ انا لسه جايه من عند ايمان وما لحقتش اروح اغير هدومي، وبعدين الحاج تعبان ومش واخد بالي. طب اقفي معاه شويه عبال ما اوصل مشوار لغايه المحل اشقر عليه. ما انت عارفين كل حاجه دلوقتي بقت فوق دماغي انا، وبعد ما اخلص المحل هعدي على المحامي عشان اعمل اعلام وراسه. سبحان الله يا اخي في تصرفاتك. محل ايه ومحامي ايه دلوقتي؟ ده وقته؟ اما انت عليك حركات ابو نسب. ومالك مستعجل قوي كده ليه؟ عشان نحفظ حقنا في ميراث المرحوم اخونا الله يرحمه. اخونا دلوقتي بقى اخونا والله يرحمه؟ مش ده عدوك اللدود؟ انا شايف يا محمد ده انسب وقت نعلن فيه خطوبتك على ريهام، خصوصا بعد الظروف ما اتغيرت للاحسن وربنا شفى حسام وتكريمكم انتوا الاثنين من سياده الوزير. بصراحه بقى يا محمد احنا كنا مقدرين قوي الظروف اللي بتمر بيها، عشان كده كنا مأجلين الخطوبه يا حبيبي، لكن دلوقتي بقى خلاص الوضع اتغير. يا ريت توافق بقى يا محمد عشان نفرح كلنا. طب ما انا برضه عاوز افرح. لكن لكن ايه يا محمد؟ انا قرار زي ده مش هينفع اخده لوحدي، لازم اخد راي ماما وحسام الاول. برافو يا محمد، انت كل يوم بتزيد غلاوتك في قلبي وبحترمك اكتر. خلاص يا محمد انا هسيبك تتشاور معاهم وترد عليا، واللي فيه الخير ربنا يقدمه. تمام سعادتك. عارف يا حسام، لما ابوك الله يرحمه مات انا حسيت بايه؟ بايه يا ماما؟ حسيت بخوف، حسيت ان ظهري مكشوف لاني ماليش راجل يحميني ولا يحمي ولادي. بس لما شفتك بتكبر قدامي وشفت تصرفاتك اللي اكبر من الولاد اللي في سنك قلبي اطمن، وحسيت ان انا ليا راجل وانك ابو ولادي. انت كنت قد المسؤوليه يا حبيبي، شلت عني هم كبير كبير قوي قوي. بتقولي الكلام ده ليه يا ماما؟ وانا لا سمح الله قصرت معاكم في حاجه؟ لا يا حبيبي انت عمرك ما قصرت في حقنا في حاجه، بس كان في موضوع كده كنت عاوز اتكلم معاك فيه. اتفضلي تحت امرك. هو طبعا الوقت مش مناسب يعني، بس ما باليد حيله. في يا ماما خير قلقتيني. هو الحقيقه انا سايب اخوك يتكلموا معاه في موضوع الخطوبه، ويعني عاوزين يفرحوا كده بس هو محرج يتكلم معاك قوي، ومش عاوز يقول لهم اي رد الا لما يعرف رايك ايه. رايح فين يا حسام؟ تلاقيش. ادخل. ازيك يا محمد؟ انا تمام الحمد لله. ازيك انت حسام؟ طمني عليك. والله يا محمد انا مش انا، زي ما اكون بقيت واحد تاني. كنتش اتخيل ابدا ان ممكن في يوم من الايام شده وتزول، وزي ما في ليل في نهار اكيد يا حسام، عمر الدنيا ما بتفضل على الحال ابدا. بس بقيت خايف يا محمد، بقيت خايف قوي بالذات من بكره. بخاف من بكره وبخاف من اللي جاي، عامل زي اللي ماشي في صحراء وتايه ومعهوش بوصله، كل خطوه بياخدها بيبعد اكتر عن الامان اللي كان جاي منه. ايمانك بالله هو اللي هينجيك، مش ده برضه كلامك يا حسام؟ ونعم بالله. بس كان نفسي افرح، كان نفسي افرح بحق سلمى من غير ما يبقى التمن معتز. كان نفسي يا محمد. وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، اكيد ربنا له حكمه في اللي بيحصل ده. بالظبط كده، عشان كده انا جاي لك، جاي لك عشان نفسي افرح. تفرح؟ وما فيش حاجه هتخليني فرحان قد ما اشوفك مبسوط وسعيد. مش فاهم. تقطيع على قلة. انت مش ناوي تخطب ولا تفضل مقضيها فاتحه كده؟ لا يا حسين، اخطب ايه؟ الوقت مش مناسب خالص دلوقتي.
بالعكس ده هو عز وقته. على الاقل ينبك صوابنا وتخرجنا من جو الكآبة اللي احنا فيه ده. لا يا حسين ما تجيش على نفسك عشان ده انا نفسي مش عارف افرح من ساعه اللي حصل. عارف يا محمد احنا عاملين زي ايه؟ زي اللي حرارته عاليه سخن مولع بيفرفر وده على جو ايه؟ صدمه. شيله زي ما هو هيلا بيلا كده وارميه في حمام تلج لفوق. حسام انت واعي لكلامك؟ واعي واعي وعارف بقول لك ايه وبعدها لك تاني. مش هتفضل مقضيه فاتحه تروح لاهل عروستك وتحدد ميعاد الخطوبه وتديهم رد بدل ما انت سايبهم كده ما يصحش. لا يا حسام مش هينفع مش هينفع. ده سلمى لسه انا يمكن سلمى راحت مني بس لسه عندي دم عندي احساس وانت اخويا اللي ما حلتش غيره طول عمرك بتضحي عشان يا حسام طول عمرك محسسني ان ابويا عايش ما ماتش. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش من التكبر. افرح يا افرح. هنزل افرح امي. ما هي اقوال؟ انا هقول لجنابك على كل حاجه يا بيه. قول. حسام بيه كان موانس مع الكبير يا سعاده البيه. ويطلع مين حسام بيه؟ ومين الكبير ده؟ حسام بيه الهلالي الضابط اللي قتل الكبير، والكبير يبقى المعلم منصور الله يرحمه. وكان موانس معاه ازاي يعني؟ ما هو كان فيه شغل بيناتهم يا سعاده الباشا، وحسام بيه الهلالي كان بياخد نسبته في كل عمليه بيعملها للكبير على داير المليم يا سعاده البيه. كمل. وبعدين يا سعاده البيه في يوم حسام بيه طمع وطلب من الكبير نسبة أكبر من اللي بيديها له يا سعادة البيه، راح الكبير رفض. حسام بيه خلي بيه يا سعادة البيه وكبس على الرجالة هما بيستلموا البضاعة، كل ده عشان يلوي دراع الكبير. وراح يا سعادة البيه قتل له جابر ولده الكبير وسجن له دياب ولده الصغير. راح الكبير ما كتبش خبر وراح قتل مرات حسام بيه الهلالي. حسام بيه النار جدت في قلبه راح قتل الكبير عشان ينتقم منيه يا سعادة البيه. وايه دليلك على الكلام اللي بتقوله ده؟ هو ولا مؤاخذه يا باشا، الحاجات دي عليها دليل. طب ده حسام بيه بعد كل عمليه ما كانش بيبج من حسابه للكبير الله يرحمه ولا مليم واحد. كمل وبعدين؟ هقول لك يا باشا، الكبير الله يرحمه كان راجل حجاني ويخاف ربنا. ده حتى في اواخر ايامه بعت لحسام بيه في شقته اللي هي بتاعت مساكن الضباط دي صندوق مليان فلوس. يعني لو حضرتك كده دورت ودعبست ممكن تلاقيه. عندك أقوال تانية؟ أنا قلت اللي خلص ذمتي قدامك يا باشا.